ختام فعاليات أسبوع الصعيد، الرئيس السيسي يتعهد بالعمل على تغيير واقع البلاد بالكامل إلى الأفضل. الكاظمي يوجه بتكثيف الجهد الاستخباري والاستمرار في ملاحقة والقضاء على تنظيم داعش الإرهابي بالعراق. ومنظمة الصحة العالمية تحذر من إرهاق المتحور أوميكرون لأنظمة الرعاية الصحية. الثالثة عصرا الواحدة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من إكسترا نيوز. أهلا بكم، والبداية مع إنجي طاهر. أهلا بك إنجي. أهلا بك إيمان، وأهلا بكم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية ختام فعاليات أسبوع الصعيد بالمسرح الروماني بأسوان، حيث تعهد بالعمل حتى تغيير واقع البلاد بالكامل إلى الأفضل، مؤكدا أن الدولة اتخذت خطوة كبيرة من 1000 خطوة في أسبوع الصعيد. عايز أقول لكم إن إحنا الأسبوع ده كان أسبوع جميل قوي، واللي شفناه بيقول إن إحنا خدنا خطوة كويسة من 1000 خطوة، خدنا خطوة من 1000 خطوة في الصعيد. فإن شاء الله أنا ممكن أعاهدكم أنا والحكومة وكل اللي موجودين إن إحنا نفضل نشتغل ونشتغل ونشتغل لغاية لما نغير الواقع اللي احنا فيه. وجه الرئيس السيسي وزارات الدفاع والداخلية والإسكان بالانتهاء من مشروع الهوية البصرية لمحافظة أسوان قبل 15 يناير، وهو العيد القومي للمحافظة. جاء ذلك خلال حضور الرئيس احتفالية ختام أسبوع الصعيد بالمسرح الروماني في مدينة أسوان الجديدة، حيث شهد عرضا للهوية البصرية لمحافظة أسوان من تقديم شباب من الجامعة الألمانية. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح مدينة أسوان الجديدة، كما قام سيادته بجولة تفقدية شملت أيضا كورنيش المدينة. هذا وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من مشروعات الإسكان في صعيد مصر عبر تقنية الفيديو كونفرنس ضمن فعاليات المشروعات القومية التي يفتتحها في إطار أسبوع الصعيد. وشملت المشروعات التي افتتحها الرئيس المرحلة الأولى بمدينة غرب قنا، والمرحلة الأولى من مدينة ناصر غرب أسيوط، والإسكان الاجتماعي بقنا الجديدة، وإسكان جنة بالمنيا الجديدة، والإسكان الاجتماعي بأسيوط الجديدة، والإسكان الاجتماعي بالمنيا الجديدة. وأكد الرئيس السيسي أن الدولة دخلت في مجال الإسكان ليس بغرض المنافسة، وإنما لوقف البناء القبيح، مشيرا إلى ضرورة وقف هذا السلوك. خلال فعاليات أسبوع الصعيد افتتح الرئيس السيسي العديد من المشروعات التي تهدف لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، كما زار الرئيس قرية المرشدة في قنا وقرية غرب سهيل لمتابعة أعمال التطوير ضمن مبادرة حياة كريمة. المزيد في هذا التقرير. هنا صعيد مصر، قلبها النابض بالخير والعطاء، وضعته القيادة السياسية في بؤرة استراتيجيتها لعام 2030 لتزدهر الحياة في ربوعه ولينهض بدوره في دفع عجلة التقدم والتنمية المستدامة. في أسبوع الصعيد قام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح سلسلة من المشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات بجميع محافظاته ومدنه. من أسيوط عاصمة الصعيد بدأت أولى جولة السيد الرئيس بافتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، وافتتاح 11 محطة للمياه، منها محطات لتنقية مياه الشرب وأخرى للصرف الصحي. كما تم افتتاح 8 مستشفيات مجهزة لأحدث وسائل الرعاية الصحية المتكاملة لخدمة أهالي الصعيد. أنا عايز أقول لأهلنا في الصعيد وللمصريين اللي بيسمعونا، ما تم إنجازه في السنين 7 اللي فاتوا دول، دا
بدأ يتعدى سنوات طويلة جدا من العمل والإنفاق عشان يحقق أحلامنا ويحقق طموحاتنا فيما يخص التنمية والخدمات والبنية الأساسية والتعليم وكل ما بنتمناه لمصر. وإلى قنا انتقلت رحلة التنمية والنماء، فتم افتتاح 5 مجمعات صناعية مجهزة بجميع المرافق تحدث تكاملاً صناعياً واقتصادياً، كما تم افتتاح عدد من الطرق الرئيسية والمحاور النيلية لربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الزراعي. النموذج اللي بنعمله هو محاولة مننا ان احنا نعمل نموذج متكامل قابل للنجاح في ظل التطور اللي حصل مش في مصر، في الدنيا كلها. احنا كلنا اللي شايفين ان المصلحة ان البلد دي تطلع قدام، وان الناس تشتغل، وان الناس تكبر، وان الناس تغنى. في تشكى الخير ملحمة تشبه المعجزات، أكبر مشروع استصلاح زراعي وأحدث المشروعات القومية العملاقة التي نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة الحياة إليها. يستهدف المشروع استصلاح وزراعة 450 ألف فدان بمختلف المحاصيل الزراعية والاستراتيجية. اللي بنعمله ده المستحيل. كل مشروع من دول، وأنا ما ببالغش عشان إحنا اللي قائمين عليه، لا والله قيموا كلامه، بس هو ده اللي بيتعمل في سيناء، ده سد عالي. اللي بيتعمل هنا في مستقبل مصر، ده سد عالي. اللي بيتعمل في تشكى، ده سد عالي. نفضل نعمل كده في بلدنا لغاية لما يعني نحقق بفضل الله سبحانه وتعالى، ويبقى عملنا اللي علينا قدام ربنا سبحانه وتعالى. ومن أسوان أرض الشمس الساطعة والحضارة الخالدة، تم افتتاح أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية على مستوى العالم، حديقة بنبان للطاقة الشمسية. وتعمل المحطة على تزويد محافظة أسوان بالطاقة النظيفة والمتجددة، بالإضافة إلى افتتاح عدد من مشروعات الطاقة الكهربائية بمحافظات الصعيد. العرض بتاع الأسبوع بتاع الصعيد اللي احنا قلناه، كان الهدف منه ان احنا حبينا نقول للناس، الإعلام، أهالي الصعيد، حجم الجهد المبذول وحجم التكلفة المالية اللي الدولة حطتها، وده مش من، ده شغلنا وإحنا بنعمله، وإن ما عملناهوش نبقى إيه؟ مقصرين. وفي ختام أسبوع الصعيد قام سيادة الرئيس بافتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما أسوان. بتكلم في إن البلد تعيش وتكبر، وتبقى المصانع اللي موجودة دي عبارة عن أداة في الاقتصاد وأداة في رفاهية المجتمع. المواطن عايز المصلحة، عايز مصلحة بلده، واستحمل معانا السبع سنين اللي فاتوا إجراءات صعبة جدا جدا، لأنه هو حس بفطرته وبذكائه إن فعلا في محاولة للإصلاح من جانب الدولة لمصر. كما تفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمحطة قطارات أسوان التي تعتبر واجهة لمصر أمام السائحين من مختلف دول العالم. وقام الرئيس بافتتاح عدد من المدن السكنية الجديدة. من بينها أول مدينة ذكية من مدن الجيل الرابع بصعيد مصر، مدينة أسوان الجديدة، والتي تضم عدداً من الوحدات السكنية المميزة كاملة المرافق ومستلزمات الحياة العصرية المتقدمة. حضرتك كده تهل علينا، بيهل علينا الخير والبركة عشان حضرتك. طيب القلب، أب كريم، أخ رحيم. بشكر حضرتك على كل حاجة جميلة عملتها لنا في بلدنا. أنا فخورة، فخورة جدا بحضرتك.
ترحيب كبير وإشادة واسعة من مواطني محافظات الصعيد للزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن فعاليات أسبوع الصعيد التي تعد شهادة ميلاد جديدة للصعيد، حيث كان على موعد مع الافتتاحات غير المسبوقة لتضع الصعيد على مسار التنمية. كاميرا أكسترا نيوز رصدت آراء وردود فعل المواطنين من أسوان. السيد الرئيس يعني بيبذل مجهودات ضخمة لإعادة ترميم البلد. البلد كانت تقريبا منهارة، فهو ربنا معاه وربنا يوفقه إن شاء الله. وإحنا كنا منتظرين الزيارة دي بفارغ الصبر يعني عشان يشرفنا في أسوان وينورنا إن شاء الله، ونتمنى له كل توفيق إن شاء الله في كل عمل بيقوم به إن شاء الله. شرفنا سيادة الرئيس بزيارته لأسوان، والمشاريع دي حاجة مهمة طبعا لنا إحنا كشباب أو الشباب عامة لمصر كلها، وفيها خير للجميع إن شاء الله، من المشاريع الطاقة، المصنع كيما، الكيماويات اللي تم افتتاحه الحمد لله، والطرق والكبار اللي اتعملت في أسوان، حاجة حلوة يعني ما كناش نحلم بيها بصراحة. بصراحة كنت مبسوط جدا إنه هو جا مدينة زي أسوان عشان يشوف شعبها محتاج إيه، ويشوف المشاريع اللي البلد محتاجاه، والشعب الأسواني شعب جميل بصراحة يعني. وبشكر الرئيس إنه هو اهتم بالناس الموجودة هنا وحقق لهم حاجة هم كانوا بيحلموا بها. طفرة كبيرة الرئيس صراحة، ومبسوطين وعمل مشاريع ما شاء الله والدنيا حلوة، وحاسس إن الشعب الأسواني كله مبسوط يعني الحمد لله رب العالمين، وربنا يبارك لنا في الرئيس ونشوف إن شاء الله في الأحسن بإذن الله. عايزين ولادنا كلهم مش أسوان بس، في جميع الجمهورية يجي يشتغلوا ويجي يشوفوا بلدهم قد إيه عمرانة بالخيرات وبالإنتاج الزراعي وإنتاج الحلوان وكل حاجة. باش هو في نقطتين هنا، أولا كمانجر إنه بيتابع المشاريع ويتابع سرها ويشوف المشاكل قبل ما تحصل ويحاول يحلها، ده إدارة جيدة. تاني حاجة إحنا ما سمعناش يعني، أنا راجل كبير ما سمعتش عن مشاريع كتير بتتعمل في الصعيد، فكون إن إحنا بنفتكر الصعيد ونفتكر الناس اللي فيهم أساس حضارة مصر يعني دي شيء عظيم يعني. إحنا بنتابع سيادة الرئيس طبعا في زياراته لتوشكا وزياراته لبنبان وزياراته في أهل أسوان، وعايزين نقول له إن أهل أسوان كلها بتحبك، وإحنا يعني بنحب السيد الرئيس وبنحب السيد فخامة السيد الرئيس الجمهورية، وأهلا وسهلا بكم، شرفتونا ونورتونا، أهلا وسهلا بكم. للمزيد بينضم إلينا هاتفيا دكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي. دكتور علي أهلا بحضرتك معنا في هذه الجولة الإخبارية. يعني دعني أبدأ مع حضرتك من هذا النهج اللي بتتبعه الدولة المصرية في مسألة الطريق المتوازي، أو يعني مع إنشاء مدن جديدة في الصعيد كان هناك أيضا اهتمام ومشروعات بالغة الأهمية في المحافظات والمدن الرئيسية. هذا النهج يعني اتبعته الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية تقريبا في كل المحافظات، كيف ينعكس هذا الأسلوب المتوازي في التنمية على الاستثمارات وعلى الاقتصاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك وكل السادة المشاهدين الكرام. خلينا نقول طبعا هي خطوات جادة اتجاه تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ويمكن المشكلة الكبيرة اللي كانت بتواجه الدولة المصرية مش مشاكل وتحديات يمكن على مدار الستة أو السبع سنوات الماضية، ولكن كمان مشكلة كانت مرتبطة بتحديات وعقود كثيرة جدا، يعني قضية العشوائيات على سبيل المثال، التعدي على الأراضي الزراعية، دي كلها مشاكل وتحديات احنا محملين فيها لفترات طويلة جدا، لكن الدولة المصرية كان عندها من الإرادة والرغبة الحقيقية والخطوات الجادة ان هي تتغلب على كل التحديات ديت وعلى كل هذه الإشكاليات، وفي نفس الوقت يبقى فيه تطوير ملحوظ سواء على مستوى محافظات الصعيد، تحقيق التنمية وتطوير للريف المصري، تنمية شبه جزيرة سيناء، إنشاء مدن جديدة، التطوير بالنسبة للعاصمة من حيث البنية التحتية، دي كلها أكيد خطوات مهمة جدا بتنعكس أكيد على الاقتصاد المصري وتقدر إن هي تخلق له قيمة مضافة، لأن إحنا كان عندنا عديد من الموارد الغير مستغلة يتم استغلالها استغلال أمثل. بنمهد مناخ الاستثمار في مصر عشان نقدر إن إحنا نجذب مزيد من الاستثمارات سواء من
السوق المحلي، المستثمرين المحليين او حتى على مستوى الاستثمارات الاجنبيه. طيب دكتور علي، يمكن في التقرير اللي عرضناه كان في مواطن متقدم في العمر وقال انه متقدم في العمر ولم يرى مثل هذه الانجازات طوال السنوات السابقه، وما يحدث هو طفره بالنسبه للمواطنين في هذه المدن والمحافظات في الصعيد. انعكاسه بهذا الشكل وبهذه الدرجه على المواطن ايضا كيف ينعكس على التنميه ككل؟ الفكره كلها ان التنميه هتقدر ان هي تساهم بشكل كبير في رفع مستوى معيشه المواطنين، هتقدر ان هي تساهم في بناء الانسان المصري من حيث جوده الخدمات المقدمه بالاخص بالنسبه للتعليم والصحه، بجانب الخدمات الخاصه بالبنيه التحتيه، المرافق اللي كان بيعاني منها بعض محافظاته بالاخص محافظات الصعيد. انا يعني بتشرف ان انا من محافظه اسوان، فانا اعلم تماما ان ما يحدث دوت ما كانش موجود قبل كده لفترات طويله جدا، لكن فكره ان يكون مؤسسات الدوله كلها بتحضر ويكون في تنسيق ويكون في جهود دي امور ما شافتهاش المحافظات صعيد لفترات طويله جدا. حتى الافتتاحات اللي كانت بتحدث في الماضي كانت خلينا نقول ما فيش التنسيق الواضح ما بين كافه المؤسسات، فبالتالي كان بتبقى الافتتاح او المشروع بيتم ولكن بعد كده ما بنقدرش ان احنا نعظم استفادتنا منه لفترات طويله، لكن احنا شايفين متابعه من جانب الرئاسه ومن جانب الحكومه، فبالتالي ده اللي بيضمن استمراريه هذه الانجازات. طيب في جزئية أخيرة عايزة أناقشها مع حضرتك متعلقة بأنه رغم في أنه في مسار تنموي نقدر نقول أنه أيضا تكنولوجي رقمي متسق مع اتجاهات الدولة، إلا أنه كان في اهتمام خاص بالتراث والهوية الوطنية هنا، وكان ده متمثل في جولة الرئيس فيما يتعلق بالحرف اليدوية وإحياء الجذور والحرف التراثية. كيف أيضا تنظر حضرتك لهذا الشأن وانعكاسه أيضا بما أننا بنتحدث على الاقتصاد، على مسألة النمو الاقتصادي ومسألة أنه هذه الحرف بتدخل ضمن التنمية الاقتصادية؟ فكرة العولمة والاقتصاد الرقمي زي ما بيكون لها مميزات كتيرة جدا، لكن أيضا بيكون لها أحيانا بعض السلبيات، والسلبيات ديت بتؤثر على بعض الدول في طمس هويتها، ولكن الدولة المصرية عندها إصرار كبير جدا على المزج ما بين الماضي والحاضر والمستقبل، ازاي ان احنا بنحافظ على تراثنا على حضارتنا، وده واضح بشكل كبير سواء على مستوى الحرف اليدوية، على مستوى تطوير المقاصد السياحية وتطوير مرافق فيها، كلها امور خاصه بالتراث وخاصه بماضينا وهويتنا، وفي نفس الوقت ده بيصحبه الجزء التكنولوجي والجزء الخاص بالمستقبل ومواكبه الاقتصاد العالمي والتطور اللي بيشهده العالم، وبالتالي ده كان امر الدوله بتاكد عليه في كل خطوات. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي، جزيل الشكر. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي أرسل حزب مستقبل وطن قافلة مساعدات للمواطنين في صعيد مصر وأسوان والقرى المجاورة لها، كما قام مستقبل وطن بتوزيع مساعدات عينية على المواطنين في أسوان. دخلت الرئيس دخل الخير عندنا في بلدنا في غرب سهيل.
الحمد لله فرحانين معاه وفرحانين به وجاب الخير معاه الحمد لله. هو جاي نور غربسال، نور أسوان. حابة أشكر سيادة الرئيس على المبادرة الجميلة اللي هو بيبعتها أول بأول. الرئيس جاء والله كل الباب فتحوا والحمد لله، وجاء الخير جاء امبارح جاء عندنا والخير كل النهاردة جاء عندنا الحمد لله. تحيا سيسي، تحيا سيسي، تحيا سيسي. الرئيس وصل وجاب الخير كله، هو عشان جاي بالخير. المطر نزل النهاردة وجاي بالخير إن شاء الله. والله العظيم أحلى حاجة عملها هو إن هو جاء عندنا، تمام؟ اه غرب سهيل والناس كلها فرحانه. ربنا يخلي لينا الرئيس. شكرا لسياده الرئيس، وهنقول له اكادولي، يعني انا بحبك. وانا والله بحب كل المصريين. اعلنت وزيره التجاره والصناعه والرئيس التنفيذي لجهاز تنميه المشروعات نيفين جامع بان محافظه اسوان من اهم محافظات الصعيد التي استفادت من دعم الجهاز، حيث تم ضخ 1,130,000,000 جنيه خلال 7 سنوات الاخيره، حيث مولت نحو 58,000 مشروع صغير ومتناهي الصغر، ووفرت حوالي 75,000 فرصه عمل. واشارت الى انه في اطار المبادره الرئاسيه حياه كريمه، فقد تم ضخ تمويلات في محافظه اسوان خلال الفتره من الاول من يناير وحتى نهايه نوفمبر من العام الجاري بقيمه 77,000,000 جنيه، مولت 2,300 مشروع في القرى المستهدفه بمراكز ادفو وكومومبو ونصر النوبه، وفرت نحو 4,000 فرصه عمل. أهلا بكم من جديد. أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن تنظيم نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة من المنتدى الذي يعقد في الفترة ما بين 10 و13 من يناير المقبل بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكدت إدارة المنتدى تقدم 5,000 شاب وشابة بطلب المشاركة في النموذج أثناء فترة التسجيل للمنتدى، وتم اختيار عدد منهم يمثل الشباب من مصر ومختلف دول العالم، مشيرة إلى أن نموذج المحاكاة سيعقد من خلال جلسة خاصة تحت عنوان تداعيات جائحة كوفيد-19 على إعمال الحق في الصحة، وذلك بهدف خلق حالة من الحوار البناء وطرح أفكار ملهمة وتوصيات واقعية تسهم في خروج العالم من جائحة كورونا بأمان وسلام، مع احترام ومراعاة كافة حقوق الإنسان المكفولة بموجب مواثيق حقوق الإنسان المحلية والدولية. ويأتي اهتمام إدارة المنتدى بتنظيم نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ظل اعتماد منظمة الأمم المتحدة لمنتدى شباب العالم كمنصة دولية للحوار في فبراير 2021، وإطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021 الذي عكس ما تقوم به الدولة المصرية من جهود تنموية شاملة على كافة الأصعدة التي تتعلق بعملية التنمية البشرية في مصر، بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021. بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية التهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد. وأعرب رئيس مجلس النواب في برقيته عن تمنياته بأن تبلغ مصر بالقيادة الواعية المستنيرة للرئيس السيسي أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان، مشيدا بقيادة الرئيس للبلاد واستعادة مصر مكانتها الإقليمية والدولية. كما بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد. وأعرب رئيس مجلس الشيوخ عن تمنياته بأن ينعم على مصر وشعبها العظيم بالخير والسلام في ظل القيادة الرشيدة للرئيس السيسي.
بعث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد. وعبر رئيس الوزراء في برقيته عن أخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات للرئيس السيسي، داعيا الله عز وجل أن يبارك جهوده ويسدد خطاه وأن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار. كما جدد مدبولي العهد ببذل الحكومة المزيد من العمل والعطاء حتى يتحقق للشعب المصري ما يتطلع إليه من تقدم وازدهار. بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، جدد فيها العهد في دعم مناخ الأمن ومسيرة التنمية التي أثمرت نتائجها على امتداد ربوع الوطن وأرجائه. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لرئيسي مجلس النواب والشيوخ ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس أركان القوات المسلحة والقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين، بالإضافة إلى المندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام، وذلك بمناسبة العام الجديد، مؤكداً الالتزام بكل القيم السامية والمبادئ الشريفة حفاظاً على أمن الوطن والمواطن دعماً لمسيرة البناء والتنمية. كما أكد الاعتزاز والتقدير لما قدمه رجال الشرطة من جهود متفانية وتضحيات غالية كان لها عظيم الأثر في تعضيد دعائم الأمن والاستقرار على أرض مصرنا الغالية. شدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المحافظات مع تفعيل غرف الأزمات تحسبا لوقوع أي طوارئ والتعامل معها على الفور، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد والعام الميلادي الجديد. وخلال حديثه في جلسة مجلس الوزراء أعرب مدبولي عن سعادته البالغة بالأسبوع التاريخي الذي شهدته محافظات الصعيد خلال الأيام الماضية، موجها الشكر للرئيس السيسي الذي وضع ملف تنمية الصعيد وتوفير الخدمات الأساسية لمواطنيه على أجندة أولويات العمل، مشيرا إلى حرص الرئيس السيسي على استكمال مراحل المشروع القومي العملاق تشكى. وخلال الاجتماع نوه رئيس الوزراء بالوثيقة المهمة التي أعدتها الحكومة وتحمل عنوان الرؤية والإنجاز مصر تنطلق 2014-2021، والتي وقع النسخة الأولى منها الرئيس السيسي لتوثق ما تم إنجازه خلال السنوات السبع الماضية. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن التوسع في التطعيم ضد فيروس كورونا وجهود الدولة في الفترة الأخيرة لتوفير اللقاحات المختلفة أسهم في خفض أعداد المترددين على مستشفيات العزل. جاء ذلك خلال استعراض مجلس الوزراء تقريرا حول الموقف الوبائي محليا وعالميا وموقف اللقاحات والتطعيم، حيث دعا مدبولي المواطنين إلى سرعة تلقي اللقاح في ضوء التيسيرات التي توفرها وزارة الصحة والسكان وكذلك التوسع في مراكز التطعيم. وافق مجلس الوزراء على عدد من مشروعات القوانين خلال اجتماعه الأسبوعي، من بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والعقارية. المزيد في العرض التالي.
وشدد رئيس الوزراء فيما يتعلق بالطقس على ضرورة رفع درجة الاستعداد بالمحافظات التي من المتوقع أن تتعرض لسقوط أمطار خلال الأيام المقبلة. وخلال اجتماع مجلس الوزراء أكد مدبولي ضرورة التعاون الكامل بين كل الوزارات والجهات المعنية. هذا وأكد رئيس الوزراء على تفعيل غرف الأزمات لسرعة التعامل مع موجة الأمطار الغزيرة المتوقعة. من جانبه استعرض وزير الري محمد عبد العاطي نماذج التنبؤ بحالة الطقس من الأربعاء وحتى الأحد المقبل، موضحا أنه من المتوقع أن يشهد غدا الخميس سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية ومحافظة مطروح، قد تكون خفيفة إلى متوسطة على محافظة الوجه البحري. كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من غد الخميس وحتى بدايات الأسبوع القادم. وأكدت الهيئة احتمالية سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الوجه البحري وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة، على أن تصل إلى حد السيول يومي الجمعة والسبت على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية من محافظة البحر الأحمر إلى شمال الصعيد. تنضم إلينا للمزيد من مقر هيئة الأرصاد الجوية الزميلة ميرنا عادل مراسلة أكسترا نيوز، ولقاء مع منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد لمتابعة مستجدات الطقس. إليك ميرنا. تحياتي لك أنجي، تحياتي لكل مشاهدي شاشة أكسترا نيوز. بالفعل كما ذكرت هي حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي نشهدها بداية من الغد، وعلى الرغم إلى حالة الاستقرار التي نشهدها اليوم، ولكن في الغد سيتغير المشهد تماما لتبدأ سقوط الأمطار على المحافظات الساحلية بشكل غزير إلى متوسط، مع إمكانية أيضا لسقوط الثلوج، وهذه الأمطار قد تصل للأمطار الرعدية لتصل هذه الأمطار إلى محافظات القاهرة وأيضا محافظات القاهرة الكبرى مساء الغد، وتبدأ مع ذلك ذروة الأمطار لتكون يوم الجمعة بأمطار شديدة وأمطار تصل أيضا إلى من شديدة إلى متوسطة على المحافظات الساحلية والقاهرة، مع موجة من التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة إلى حد قد يصل إلى الدرجتين من درجات الحرارة. نتعرف على مزيد من التفاصيل حول هذه التقلبات وأيضا هذا المنخفض الجوي الذي تمر به مصر يسبب هذا الانخفاض في درجات الحرارة وعدم الاستقرار. يسعدنا أن يكون معنا دكتور منار غانم عضو المجلس الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. بنرحب بحضرتك دكتور بداية، وحدثينا عن هذا المنخفض الجوي والتداعيات التي ستأتي بعد هذا المنخفض من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. أهلا بحضرتك أستاذة ميرنا، وأهلا بكل مشاهدي إكسترا نيوز من داخل الهيئة العامة للأرصاد الجوية. إحنا بالفعل بداية من غدا هنشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ده السبب الأساسي فيها هو تأثرنا بمنخفض جوي على سطح البحر المتوسط. ممكن نوضحه من خلال الخرائط اللي موجودة أمام حضراتكم. تأثرنا بمنخفض جوي على سطح البحر المتوسط، المنخفض اللي على سطح المتوسط ده منخفض متعمق بيتزامن أيضا مع وجود منخفض في طبقات الجو العليا. وجود المنخفضين بيعملوا على حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، واللي هتبدأ بنشاط للرياح المثير للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد. يعني احنا من غدا هنبدا
بدأ نشهد نشاط للرياح قد يكون مثير للمال والأتربة بسبب تأصلنا برياح جنوبية غربية في بداية الحالة. الرياح الجنوبية الغربية دي سرعتها ما بين 40 إلى 50 كيلو متر في الساعة، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة. أيضا من غدا هيبدأ نشهد سحب منخفضة ومتوسطة وأيضا رعدية على بعض المناطق من المناطق الساحلية أو السواحل الغربية للبلاد زي اسكندرية مطروح والسلوم. دي بداية الحالة، مع تقدم ساعات النهار هتبدأ السحب تدخل على القاهرة الكبرى وبعض المناطق من الدلتا، مع ساعات الليل هتبدأ الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى شمال الصعيد بعض مدن القناة أيضا دمياط وبورسعيد. طبعا مع بداية يوم الجمعة القادمة هنبدأ نشهد الأمطار كميتها هتبدأ تزيد وشدة الأمطار هتزيد، هتبقى أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية على بعض المناطق من السواحل الشمالية للبلاد والقاهرة الكبرى وبعض المناطق أيضا من مدن القناة وكمان شمال الصعيد. يعني الأمطار يوم الجمعة هيبقى هو ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. الأمطار زي ما قلنا أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية، وكمان هيصاحبها تساقط لبعض حبات البرد، كمان البرد ده هيوصل للقاهرة الكبرى وهيوصل لبعض مناطق من شمال الصعيد. كمية الأمطار هتقل يوم السبت تبقى أقل من اللي احنا هنشهدها يوم الجمعة وترجع تاني تزيد يوم الأحد القادم. يعني الحالة الجوية دي هتبدأ يوم الخميس أمطار متوسطة، الجمعة هتبقى متوسطة إلى غزيرة، والسبت أمطار أيضا متوسطة، ترجع تاني الأمطار متوسطة إلى غزيرة يوم الأحد القادم بإذن الله. كمان مصاحب للحالة دي طبعا انخفاض درجات حرارة. انخفاض درجات الحرارة ده مش هيكون ملحوظ غير بنشاط الرياح، لأن نشاط الرياح هيزود الإحساس بانخفاض درجات الحرارة. يعني احنا درجات الحرارة هتتراوح ما بين 16 و 17 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، مع نشاط الرياح هنبدأ نحس بيها أقل من القيم المذكورة دي. خلينا كمان نقول إن المناطق اللي هتأثر بسقوط الأمطار هي بعض المناطق القريبة من سطح البحر المتوسط، خاصة السواحل الشمالية للبلاد. احنا بنقول الأمطار تبدأ الأول على السلوم مطروح الإسكندرية، مع تقدم ساعات غدا إن شاء الله ساعات نهار غدا وساعات الليل هتبدأ الأمطار تأثر على القاهرة الكبرى دمياط بورسعيد بعض المناطق من شمال الصعيد. كمان كمية الأمطار اللي هتسقط نتيجة الطبيعة الجبلية الموجودة في وسط سيناء ومناطق خليج السويس هيؤدي ده لتشكل السيول على بعض المناطق دي. أيضا كمان يوم السبت في أمطار غزيرة على المناطق الموجودة في سلاسل جبال البحر الأحمر ومدن القناة، ده كمان هيؤدي لتشكل السيول في المناطق دي. تحدثتي عن سقوط لحبات البرد، فما هي حبات البرد وأيضا ما هي الفرق بين حبات البرد وسقوط الثلوج التي نراها مثلا على جبال سانت كاترين أو الجبال المرتفعة؟ حدثينا عن الفرق بين هذه الحبات وما وإلى أي مدى سيكون هناك تساقط للثلوج، وهل ستصل إلى محافظات القاهرة الكبرى أم لا؟ احنا بالفعل الحالة الماضية شهدنا تساقط للثلوج وحبات البرد. حبات البرد سقط على محافظة الإسكندرية والثلوج تساقط على مرتفعات سانت كاترين. طبعا الثلوج دي اللي بتساقط مع الأمطار نتيجة انخفاض درجات الحرارة لأقل من الصفر بتوصل لسالب 4 وسالب 5 على مرتفعات سانت كاترين. لكن تساقط حبات البرد اللي شهدناه في الإسكندرية واللي هنشهده في الحالة دي على بعض المناطق من السواحل الشمالية واللي هيوصل كمان للقاهرة الكبرى نتيجة التبريد الشديد في طبقات الجو العليا، قطرات الماء بيحصل لها تجميد في طبقات الجو العليا، ومع سقوط الأمطار بتبدأ قطرات الماء المثلجة بتنزل على شكل حبات برد أو كرات ثلجية. زي ما بنقول الكرات الثلجية دي هتوصل للقاهرة الكبرى، المدن الجديدة في القاهرة الكبرى، هتوصل كمان لشمال الصعيد. يعني احنا عندنا الأمطار يوم الجمعة هتبقى أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية، وكمان مصاحبة بحبات البرد على بعض المناطق من السواحل الشمالية للبلاد، دلتا القاهرة الكبرى وشمال الصعيد كمان. شكرا جزيلا لك استاذه منور نورتين على شاشه اكسترا. شكرا جزيلا. اذا مشاهدينا هي حاله من عدم الاستقرار الجوي ستشهدها مختلف المحافظات بدايه من الغد لتكون ذروتها يوم الجمعه وتستمر على مدار 4 أيام بعد هذه الذروه لتنتهي بعد ذلك تدريجيا ويعود الاستقرار مره اخرى. والكلمه اليكم مره اخرى في الاستوديو ان جي. شكرا جزيلا لك يا زميله ميرنا عادل، والشكر موصول لضيفتك الكريمه على كل هذه المعلومات. شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع 5 اتفاقيات تعاون ثلاثية بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة ديل تكنولوجي وخمس جامعات، وذلك لبناء القدرات بمجال الذكاء الاصطناعي بهذه الجامعات. ووفقا لهذه الاتفاقيات فقد توصلت الأطراف الموقعة إلى التوافق بينهم حول أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز المعرفة والقدرات البشرية، حيث ستتعاون جميع الأطراف في إقامة مبادرات لبناء القدرات في الجامعات، حيث تتضمن التدريبات المخطط لتنفيذها افتراضيا علم البيانات وتحليلات البيانات الضخمة والطرق المتقدمة في علم البيانات.
التقى وزير الخارجية سامح شكري نظيره الرواندي في مستهل الزيارة الحالية التي يقوم بها إلى العاصمة الرواندية كيغالي، وبحث الجانبان أوجه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى مجالات التعاون، فضلا عن التشاور والتنسيق حول القضايا القارية والدولية محل الاهتمام المشترك. هذا ويشارك وزير الخارجية سامح شكري في فعاليات الاحتفال بوضع حجر الأساس لمركز مجدي يعقوب رواندا مصر للقلب بالعاصمة كيغالي. أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج إطلاق الجائزة الوطنية للمتطوعين التي ستكون تقليدا سنويا، يتم خلاله تكريم أفضل المتطوعين من حيث الفاعلية والتأثير في إحدى القضايا المهمة التي يواجهها المجتمع المصري. جاء ذلك خلال احتفالية اليوم الدولي للتطوع التي أقيمت في المتحف القومي للحضارة المصرية تحت شعار نتطوع من أجل مستقبلنا المشترك، حيث أكدت القباج أن الجائزة ستخصص لأفضل أنشطة تطوعية تسعى للحفاظ على البيئة والحد من المتغيرات المناخية، وذلك في إطار استضافة مصر لاجتماع الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، فيما أشاد منسق الأمم المتحدة في مصر باستمرار نمو حملات التطوع في مصر، مؤكدا أن المتطوعين يلعبون دورا أساسيا في المبادرة الرئاسية حياة كريمة. أطلقت مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية لأهالي قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان، وتوفر القافلة الكشف المجاني من قبل أساتذة الرمد بمستشفى جامعة أسوان وكلية الطب لجميع الحالات، فضلا عن توفير الأدوية اللازمة وتحويل الحالات إلى مستشفى الجامعة لاستكمال الفحوصات وإجراء العمليات اللازمة للمرضى مجانا. يأتي ذلك في إطار الحرص الدائم لمؤسسة حياة كريمة على توفير كافة سبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين وقت الأزمات، إيمانا منها بأهمية المشاركة المجتمعية لإغاثة أهالينا في جميع محافظات الجمهورية. أعلنت مؤسسة حياة كريمة أن الوحدة الصحية بقرية المرجدة في محافظة قنا بدأت في استقبال المواطنين ضمن المشروع القومي حياة كريمة، وتقدم الوحدة الخدمات الطبية من كشف طب الأسرة والعلاج ومعمل التحاليل الطبية والطوارئ بالوحدة الصحية بالمشروع الأوروبي بقرية المرجدة. واصلت مؤسسة حياة كريمة استكمال توزيع قافلة الإغاثة على قرى مركز الوقف في محافظة قنا. أعلنت المؤسسة عن توزيع 300 كرتونة سلع غذائية لأهالي إحدى قرى المرشدة، كما تم توزيع 250 بطانية بالقرية. نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمحافظة قنا ندوة حياة كريمة رقمية بقرية حجازة قبلي بمركز قوس بمحافظة قنا تحت عنوان التثقيف الرقمي ونشر الوعي الرقمي حول التحول الرقمي والرقمنة والشمول المالي. وتضمنت الندوة التعريف بكيفية استخدام بوابة الشكاوى الحكومية وبوابة مصر الرقمية واستخدام أمثلة عملية تطبيقية لتنفيذ الخدمات الرقمية الحكومية من خلال الموقع الإلكتروني، والتعريف بالأمن السيبراني وتأمين استخدام البيانات والبطاقات الذكية. تأتي أهمية تلك الندوات الرقمية لتنمية المهارات التكنولوجية لمواطني قرى حياة كريمة. لم تدخر الدولة المصرية جهدا لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين عبر عدد كبير من المشروعات التنموية في عدة قطاعات، منها الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك، فضلا عن تطوير وإنشاء مصانع خاصة في مجالات الأغذية. المزيد مع الزميلة لمى جبريل. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام.
لم تألو الدولة جهدا في توفير الأمن الغذائي للمصريين عبر عدد كبير من المشروعات التنموية في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك، فضلا عن تطوير وإنشاء مصانع خاصة في مجال الأغذية. يأتي مشروع الدلتا الجديدة على رأس المشروعات، والذي يستهدف تنمية حوالي 2,200,000 فدان، منها 1,000,000 فدان للزراعة. ويمثل مشروع 1,500,000 فدان أحد أعمدة المشروعات القومية الزراعية، والذي لا يقتصر على الاستصلاح والإنتاج الزراعي فقط، إنما يستهدف إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، بالإضافة إلى إنشاء مراكز للصناعات المرتبطة بالزراعة. ويعتبر المشروع القومي للصوامع أحد المشروعات التي أولتها الدولة اهتماما كبيرا للحفاظ على الغذاء وتأمين المخزون الاستراتيجي على أحدث الطرز وبأعلى التكنولوجيات. مشروعات الثروة السمكية القومية وعلى رأسها الفيروز وبركة غليون أسهمت في تحقيق مصر قدرا كبيرا من الاكتفاء الذاتي واحتلال المرتبة الأولى على مستوى إفريقيا في الاستزراع السمكي، بجانب تطوير البحيرات وإزالة التعديات عليها وتطهير وحماية المسطحات المائية بشكل عام، لتستطيع مصر التغلب على الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك للأسماك. المشروع القومي للبتلو يمثل أحد روافد تحقيق الأمن الغذائي للمصريين، حيث يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى تحقيق توازن وثبات الأسعار، حيث تم ضخ ما يزيد على 6 مليارات جنيه في هذا الملف. وتعد مدينة سايلو فودز أول مدينة صناعية غذائية متكاملة تابعة للدولة، تقام في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، تهدف إلى تحسين وتوفير المنتج المصري من الأغذية المختلفة. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا موجزا لبعض المشروعات القومية في مجال تحقيق الأمن الغذائي. شكرا لحضراتكم. وقع الرئيس اللبناني ميشيل عون مرسوم دعوة للهيئات أو دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 15 مايو المقبل. كانت السلطات اللبنانية حددت 15 مايو موعدا لإجراء الانتخابات النيابية للمقيمين و12 للموظفين المشاركين بالعملية الانتخابية. أما المغتربون فسيدلون بأصواتهم في 6 و 8 من الشهر ذاته. ومن لبنان إلى العراق، حيث وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتكثيف الجهد الاستخباري والاستمرار في ملاحقة والقضاء على تنظيم داعش الإرهابي. وأكد المتحدث باسمه اللواء يحيى رسول عبد الله أن القوات الأمنية تلاحق العناصر الإرهابية المتورطة في عملية قتل العقيد ياسر الجوراني الذي تم اختطافه قبل أيام في محافظة ديالى. حذرت منظمة الصحة العالمية من إرهاق المتحور أوميكرون لأنظمة الرعاية الصحية، على الرغم من أن الدراسات المبكرة أشارت إلى أن المتحور يسبب مرضاً أكثر اعتدالاً. وكانت صحيفة الجارديان البريطانية أكدت أن متحورات كورونا تسببت في إحداث الفوضى في جميع أنحاء العالم، مما أجبر العديد من الدول على اللجوء لخيارات صعبة، منها القيود الاقتصادية ومحاولات السيطرة على انتشار الفيروس. نهاية النشرة، وهذه تذكرة بأهم ما ورد فيها من أنباء. في ختام فعاليات أسبوع الصعيد، الرئيس السيسي يتعهد بالعمل على تغيير واقع البلاد بالكامل إلى الأفضل. الكاظمي يوجه بتكثيف الجهد الاستخباري والاستمرار في ملاحقة والقضاء على تنظيم داعش بالعراق. منظمة الصحة العالمية تحذر من إرهاق المتحور أوميكرون لأنظمة الرعاية الصحية. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. قدمنا لكم هذه النشرة الزميلة إيمان الحويزي وأنا إنجي طاهر. دمتم في أمان الله.